كنتواجدوا الان في واحد المنطقه اللي بالضبط واد نفيفيخ، المصب ديال مياه الصرف الصحي اللي جايه من شي تجزئات هنا في جامعه بني خلف، وكتكب مباشره في الواد. الواد يعني التاثر ديال الغابه بشكل مباشر، تجمع ديال ديك المياه في واحد الحوض كبير اللي كيأثر على الاشجار وكيأثر على جميع المسائل اللي حيه، حوت، جران، دوك الفكرون، وبالتالي كي داك هاد الصرف الصحي كيمشي للصابلات، كيمشي حتى للصابلات واحد المسافه تقريبا ديال واحد 800 متر اللي كيمشي كيقطع هادي في وسط الاشجار ودايز على الفيلات، كيأثر على السكان، الناموس، الريحه. راه واحد الكارثه هنا راه ما كتصورش، كارثه بمعنى الكلمه، لا من ناحيه الريحه ولا من ناحيه البيئه تاثرات، لدرجه ان الحوت ديال الواد ما بقاش شي حوته كدور. اكثر من 3 سنين ولا 4 سنين وحنا متضررين، لا بالرائحه، روائح كريهه، ولا بالنسبه للناموس، ولا كنا حنا كنجيو هنا بوليداتنا بوالدينا، كنجيو هنا نتنزهوا في الغابه ديال واد نفيفيخ بني خلف، جامعه بني خلف. دابا راه كاع الاشجار ماتوا، رائحه كريهه، وحتى الناس كانوا كيجيو الناس تبارك الله، كانوا يجيو من كل المناطق، من الدار البيضاء، من بن سليمان، من بوزنيقه. الساعه دابا ما بقى حتى شي واحد كيجي. السبب هو هذا الواد من يولي كبوا فيه الصرف الصحي ديال المل. هو كانوا النهار الاول داير انه ديال الشتاء باش يتنفس على مدينه المحمديه الفيضانات، ولكن دابا 3 سنين ولا 4 سنين ولينا كنشوفوا فيه الماء، كيكون فيه الماء ديال الصرف الصحي. وهذا الشيء راه ضرينا بزاف. هذه 3 سنين ولا 4 سنين راه ولينا كنضرب، لا بالنسبه لا بالروائح كارهه ولا بالناموس، ولا راه حاله لا يرثى لها. ودابا كنشوفوا هذا القادوس هذا كانوا دايرينه غير على قبل الفيضانات ديال المحمديه، يعني غير ملي كتصب الامطار، يعني غير مده ديال شهرين او 3 شهور ديال الشتاء صافي. دابا راه ولا على العام كامل وهو كيكب بالماء ديال الصرف الصحي. درنا شكايات، وجهنا شكايه للعماله وشكايه المياه والغابات، جامعه بني خلف، جميع الجهات وجهنا لها الشكايات في هذا الشان هذا باش يتدخلوا. وهذا الشيء هذا ماشي دابا، راه واحد تقريبا راه واحد 3 سنين، 3 سنوات وهاد الشكايات، وحنا كننبهوا كندقوا ناقوس الخطر لهذا الشيء اللي وقع حاليا. مؤخرا راه مات واحد الكميه كبيره ديال الحوت ديال الغابه، الحوت ديال الواد مات في رمضان، في اواخر رمضان، وتا شي واحد ما تحرك، تا شي واحد ما تدخل، بقات المسائل هي هذيك، الا واحد التدخل اللي غير باش يغطيو شويه الجماعه ديال المنصوريه، لان هذا الواد هذا راه في الضفه الاخرى كاينه جماعه المنصوريه. دخلت جماعه المنصوريه وسرحات ديك المجرى ديال الواد، داك الماء اللي كان كيتجمع سرحاتو باش يمشي للصابلات، يمشي للبحر، دخلوه للبحر. راه دابا راه حاليا راه حنا كنوجهوا رساله من هذا المنبر هذا للمسؤولين بعمله المحمديه وبن سليمان باش تكون واحد المراقبه على مياه ديال البحر، ديال الشاطئ، باش يشوفوا الصالحه للسباحه ولا 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 غير ذلك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.